رنا، تعرفي شو؟ اسمعي اسمعي. معنا النهاردة نجمة من النجوم المبدعة في مجال الفن السابع السينما ومنور مهرجان ليالي دبي، وهو مشارك بعمل هيكلمنا عنه دلوقتي. اتفضل نتعرف بحضرتك. هادي بوعياش من لبنان، شاركت هي اول مشاركة لي بمهرجان دبي السينمائي من خلال فيلم اسمعي بسم الله في حلقة نجم. هيدا اول عمل تمثيل لي، انا شخص بشتغل بالتصوير، مخرج افلام وثائقية، وكانت فرصة حلوة هيك روح من ورا الكاميرا لأمام الكاميرا، خصوصا مع مخرج فيليب حلقتنجي، صديق وهيك شخص من المبدعين الفنيين في العالم السابع عاود تنجي. هو اسمعي فيلم شبابي عن قصة حب، وهو بيمثل بالنسبة يعني بفرج لبنان بطريقة عربية، يعني ما زايد لبنان بحيث فيه يعرف شو يعني لبنان، يشتكي شو مبيح لبنان، يسمع لبنان، يشوفه من مشاهد البيروت ومشاهد السهر ومشاهد الحب والطبيعة الموجودة. وجودي هو الدور اللي بلعبه، هو شخص مهند الصوت، برمال العب الدور، عملت دورات بالصوت، اكتشفت عالم تاني بعالم السينما. دايما احنا معودين نشوف بعيوننا، قليل لنفكر انه دايما بتسمع الاصوات كلها حوالينا، اخدينا هيك فور جرانتد بدك تحصيل حاصل، بس الصوت كتير مهم بحياتنا، وهذا الشيء ركز عليه فيلم اسمعي ومن اسمه واضح. اذا بتمرق سيارة اسعاف مثلا، الاصوات سيارة الاسعاف، هاي الصوت القوي بيخلي الجسم يضخ نوع كمية معينة من الكيميكلز هيك لتعطينا انتباه. في كتير امثلة عن الموضوع، فهذا الفيلم بيعالج موضوع السنسس، بيحب طريقة وقصة حب طايرة على نغمة الصوت، على نغمة الصوت. مين البركة؟ عايشة وحدك مور؟ كتير يمكن من أشقاء بلدك لبنان أتوا إلى مصر وحققوا نجومية، ومنهم من يعني كان لسه في بداياته حقق نجومية، يعني كانوا منهم أساسا مشهورين كده. حضرتك بتفكر في الفترة اللي جاية ممكن إنك بتمرق على مصر أو بتمر على مصر إنك تاخد خبرة أو يعني نجومية أكتر أو شعبية أكتر بمصر؟ مش من زمان فيلم سبع فيلم مصري كذا فيلم، وبتذكر دايما بشوف الأيام الحلوة، الأيام الذهبية للسينما العربية اللي كانت بتشارك فيها كتير لبنانية، بغض النظر عن اللغة أو اللحنة العربية. أنا شخصياً هلا عبالي كتير، يعني من عبالي أتعلم لهجات العربية، اللحنة إذا بدك الأردنية الفلسطينية، على هيك على كهوية شخصية قبل ما أعرف في دور سينمائي أو دور فيلم. من أجمل الأشياء إنه بصفة تعاون بين الممثلين، بكل هيك بكل عفوية، يعني تكون حقيقية التعاون، مش ليتحقق نجاح أكبر أو شيء أكبر، يكون هيك يكون بمحله التعاون. وإن شاء الله يكون لي الشرف إذا بشتغل بالسينما المصرية، لأن أنا بحس إنه ابن العالم، ابن الوطن العربي، ما بحس حالي ابن لبنان بس، بغض النظر إذا أنا بس بعرف أحكي لبناني. إن شاء الله هيك يجي أيام، خصوصاً هلا الجيل الجاي، جيل الشباب، كلنا هيك عم نقرب من بعض أكثر، هن اللي حيغيروا هذا الموضوع، حيصير في تعاون أكثر بين الشعوب العربية والسينما.